أهلا بيكم، معاكم محمد مصطفى وسلسلة شرح شهادة كومتيا A بلس 220901، ولسه بنتكلم في التوبيك بتاع الهاردوير، وبنتكلم في جزئية المذربورد، وهنتكلم النهاردة عن حاجة اسمها الإكسبانشن سلوتس. اول حاجة عايزين نعرف يعني ايه expansion slot. expansion slot او ساعات بنسميها الباص سلوت او expansion port، هو مكان او بورت بيبقى موجود عندنا في المذر بورد بتاعة جهاز الكمبيوتر بتاعنا. البورت ده من خلاله بنقدر ان يوصل هاردوير او يعني اي حاجة، كارت مثلا عايزين نوصله في المذر بورد بتاعتنا. على سبيل المثال لو حضرتك عايز مثلا تركب كارت فيجا او فيديو كارد او اي نوع من انواع الكروت، بتشوف المذر بورد بتاعتك والمواصفات بتاعتها، وبتروح تشتري فيديو كارد او كارت وبتركبه في السلوت بتاع المذر بورد بتاعتك. طيب الاكسبانشن سلوت دوت بيكون موجود فين عندنا في المذر بورد؟ زي ما احنا شايفين دي المذر بورد بتاعتنا، وهنا دي الاكسبانشن سلوت بتاعتنا او الاماكن اللي بنركب فيها الكروت بتاعتنا. يعني عندي هنا المذر بورد دي فيها ادي كارت واحد وكارت اتنين تلاته اربعه، دول اربع انواع من الكروت. زي ما احنا ملاحظين ان شكلهم مختلف، لان كل كارت من دول ليه اسم وليه نوع معين من الكروت بيركب فيه. يعني ما ينفعش نركب مثلا كارت من نوع معين في سلوت من نوع تاني مختلف. وده شكل الكارت بتاعنا من قريب، ده نوع من الانواع الموجودة عندنا. الكروت او السلوت الموجود عندنا انواعها ايه؟ عندنا اول حاجة في سلوت اسمه البي سي اي. البي سي اي هو زي ما هو في الصورة اللي عندنا دي، ده الشكل بتاعه. يعني دول هنا كده تلاتة سلوت بي سي اي، والبي سي اي هو اختصار ل Peripheral Component Interconnect، واللي قدمته شركة انتل سنة 92. والبي سي اي بيبقى فيه منه نوعين، في نوع 32 بت وفي نوع تاني 64 بت. واحنا بنستخدم البي سي اي دوت علشان نوصل اي عايزين نركب كارت في الجهاز بتاعنا بنركبه في الاكسبانشن سلوت. وبنجيب مثلا دوت سلوت بي سي اي، يبقى هنجيب كارت بي سي اي ونركبه في البورده بتاعتنا. والبي سي اي هو على الرغم من ان هو كان شائع استخدامه في فتره التسعينات وفي اوائل الالفينات، لكن هو البي سي اي تم استبداله بحاجه جديده بنسميها البي سي اي اكسبريس. زي ما احنا شايفين هنا في الصوره، هنا دول في عندي هنا دوت ادي سلوت بي سي اي وده سلوت بي سي اي وده سلوت تاني بي سي اي، وزي ما بنلاحظ كده بيبقى مكتوب هنا عندي الرقم بتاعهم، الرقم البي سي اي في المذر بورد بتاعتنا. يعني السلوت دوت رقم 11 مكتوب هنا بي سي اي 11، وهنا نفس الفكره بي سي اي 12 اللي هو السلوت ده، وهنا بي سي اي 13 اللي هو السلوت ده. امثله لبعض الديفايسز، البي سي اي ديفايسز او البي سي اي كاردز. احنا قلنا احنا عندنا البي سي اي سلوت بيركب عليه حاجه اسمها البي سي اي ديفايسز او بي سي اي كارد. هنا عندنا مثلا في الصوره دي دوت ده كارت نتورك نوعه بي سي اي. الاماكن اللي تحت ديت او الجزء اللي تحت ده هو اللي بيركب عندي في البي سي اي سلوت. وهنا ده برضو ده كارت صوت نوع بي سي اي برضو لما بنوصله عندنا في البي سي اي سلوت بتاعنا، ودوت كارت فيجا وبيركب برضو في البي سي اي سلوت بتاعنا. تاني نوع عندنا هو البي سي اي اكس. البي سي اي اكس هو اختصار ل Peripheral Component Interconnect Extended، وشكل الانترفيس بتاعنا او السلوت بتاعنا بيبقى بالشكل ده.
والبي سي اي اكستندد هو اصلا اتعمل علشان خاطر احنا زي ما احنا قلنا البي سي اي بيبقى فيه منه 32 بت و 64 بت، فالبي سي اي اكس هو اتعمل علشان خاطر يحسن اللي هو ال 32 بت. والبي سي اي اكستندد دوت بيستخدم مع الاجهزه زي السيرفرات والورك ستيشنز، وعشان بينقل يعني السرعات بتاعته اسرع في السيرفرات والورك ستيشن. السيرفرات والورك ستيشن هي عباره عن يعني جهاز كمبيوتر، او مجازا كده بنقول عليه جهاز كمبيوتر بس مواصفاته عاليه، لان هو بيعمل شغل اعلى من البي سي اي البي سي او البي سي بتاعنا الكمبيوتر. والبي سي اي اكس برضو تم استبداله ب او البي سي اي اكستندد تم استبداله ب البي سي اي اكسبريس. والبي سي اي اكس يعني حضرتك ما تتلخبطش ما بين البي سي اي اكس و البي سي اي اكسبريس. وهنا عندنا هنا دي مذر بورد، تمام، ده سلوت بي سي اي اكستندد او بي سي اي اكس راكب عليه كارت من نوع بي سي اي اكس، ده كارت سكازي حاجه بتركب في السيرفرات يعني، تمام. فبنوصل الكارت بتاعنا البي سي اي اكس في البي سي اي اكس سلوت بتاعنا في المذر بورد. اكزامبل برضو للبي سي اي كارت او الكارت بتاعنا البي سي اي الاكستندد بي سي اي اكستندد كارد ب ده الشكل اللي قدامنا ده، ده كارت بي سي اي اكس كارت نتورك بنركبه عندنا في المذر بورد بتاعتنا. النوع اللي بعد كده واللي هو يعتبر احدث الانواع اللي عندنا في السلوت او الكاردز وهو البي سي اي اكسبريس. والبي سي اي اكسبريس دوت ساعات بنختصره في بيتكتب كده بي سي اي اي اللي بتتكتب كده سمول، او ساعات بنكتب بي سي اي داش اي. والبي سي اي اكسبريس هو يعني معروف ان هو الجيل الثالث بعد البي سي اي العادي والبي سي اي اكستندد. والبي سي اي اكسبريس دوت ظهر او توافق عليه في شهر يوليو 2002. والبي سي اي اكسبريس هو الميزه بتاعته ان هو يعني هاي سبيد سرعته عاليه، وهو يعني اتعمل كبديل للبي سي اي العادي والبي سي اي اكستندد والاي جي بي. حاجه الاي جي بي ده برضو نوع من انواع السلوتات او السلوتس اللي كنا بنستخدمه في عشان نوصل الفيديو كارد او كارت الشاشه بتاعنا. والبي سي اي اكسبريس بيسبورت ان هو بينقل الباندويت بتاعتنا او الداتا بتاعتنا بسرعه 4000 ميجا بايت بير سكند. زي ما احنا شايفين عندنا هنا في الصوره ده، دي المذر بورد ديت فيها كذا سلوت بي سي اي اكسبريس عندنا باختلاف انواعهم، لان عندنا البي سي اي اكسبريس بيبقى ليه انواع معينه واشكال حتى بيبقى باين من الشكل بتاعه. يعني عندي هنا مثلا دوت سلوت بي سي اي اكسبريس بنسميه اكس 4، وعندنا هنا النوع ده برضو بي سي اي اكسبريس بنسميه اكس 16، ودوت اللي هو اصغر الكروت البي سي اي اكسبريس بنسميه اكس 1، وعندنا دوت برضو بي سي اي اكسبريس اكس 16 زي اللي فوق ده. examples او امثله على البي سي اي اكسبريس ديفايسز او البي سي اي اكسبريس كاردز، عندنا هنا الكارت ده، ده كارت بي سي اي اكسبريس اكس 1 بيوصل يعني ده كارت يو اس بي في يعني بوصله في البورد عندي بيديني 2 يو اس بي بورت يو اس بي 3. وعندي هنا برضو ده كارت نتورك برضو نوعه بي سي اي اكسبريس بوصله في البي سي اي اكسبريس سلوت عندي في المذر بورد. ودوت كارت فيجا او فيديو كارد برضو بي سي اي اكسبريس بوصله في السلوت عندي في المذر بورد. النوع اللي بعد كده هو الميني بي سي اي.
الميني بي سي اي هو اصلا عباره عن يعني او هو فرع من البي سي اي الانترفيس بتاعتنا اللي كانت موجوده عندنا قبل كده، بس هو اتعمل بان هو يبقى يعني يوصل في الاجهزه الصغيره، ومثلا بيستخدم في النتورك ادابتر في اللابتوب بتاعنا. والميني بي سي اي هو زي في الوضع عندنا في الصوره ديت، ده شكل السلوت بتاعه، وبيبقى موجود في مثلا اللابتوب بتاعنا، ويعني بمعنى ان احنا ما نقدرش نشوف السلوت دوت من الجهاز من بره او من اللابتوب من بره، لا ده بيبقى موجود جوه اللابتوب بتاعنا. وهنا اكزامبل للميني بي سي اي ديفايسز او الكروت الميني اي الميني بي سي اي بوصلها في في السلوت بتاعتنا. عندي ده كارت واي فاي، دوت كارت واي فاي بيوصل في الكارت واي فاي ميني بي سي اي، بيوصل في السلوت الميني بي سي اي في اللابتوب بتاعنا. ودوت ده الصوره دي صوره الكونفرتر، بمعنى ان انا مثلا لو عندي جهاز كبير، الجهاز الكبير دوت ما بيبقاش فيه السلوت بتاعه الميني بي سي اي، فبركب حاجه اسمها كونفرتر كارت عادي بيوصل في المذر بورد بتاعتنا في السلوت اللي هي البي سي اي، وبيحول لي اقدر بعد كده اركب هنا اهوت في الجزء ده كارت ميني بي سي اي. تمام، احنا كده وصلنا لنهاية الفيديو بتاع النهاردة، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.